هل يجوز بيع ما يخرج من الأرض أثناء الحفر من تماثيل وما شابه من آثار مع إخراج زكاة الركاز؟ إذا كانت التماثيل لا يجوز بيعها، إذا كانت تماثيل لبشر فالتماثيل لا يجوز بيعها، وإن كانت يعني أثمانها غالية وكذا لأنها لا قيمة لها في الشرع كالخمر والمخدرات وغير والأصنام، هذه كلها لا قيمة لها في الشرع لا يجوز بيعها. أما قضية الركاز إذا كانت غير التماثيل فينظر، إذا كانت الحكومة تمنع من ذلك الحفر وهذا فيمنع من ذلك وينظر هل هو ركاز أو ليس بركاز، والركاز هو دفين الجاهلية الذي كان قبل الإسلام، أما إذا كان بعد الإسلام فهو لقطة ولا تعتبر من الركاز.